من أقبح الناس. كان الرشيد يلعب ويا زبيده يوم من الايام، يلعبون قداح قمار. فباثناء القداح باثناء القمار قالت اشترطك علي اذا غلبته ان يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها انت محكمه بما تريدين؟ قالت لابد وان تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها. جاريه من اقبح الجواري هي كانت، نعم، ضاجعها طلعت المامون. وترى المامون ماكو اروع منها، لا تتصور يعني المامون لك ما تلقى له نظير عند العباسيين ابدا. مامون روعه يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف، بس سبحان الله. ها هذا، فالقضيه هاي من هنا بدات. فكانوا يعيروه ابن مراجل.